اجازه كنا نجري حوارا مع ملك مصر السابق الملك احمد فؤاد اخر ملوك مصر الملك الذي لم يملك ولم يحكم لانه كان طفلا في عنده ست شهور فقط حينما قامت ثوره يوليو الملك احمد فؤاد يتحدث لاول مره عن ثوره 30/6 وعن جماعه الاخوان الإرهابية وأيضا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيتكلم في القضايا المتعلقة بالواقع المعاصر وأيضا ما يتعلق بالماضي من هي السيدة التي أحبها الملك فاروق قبل وفاته لماذا تأثر إلى حد ما بأنه والدته الملكة ناريمان الملكة السابقة تركته لعدة سنوات آه كمان خصنا بمجموعة من الصور والأسرار هنزعلكوا آه إن شاء الله آه لما آه ننتهي من الحلقة